مرحبا لكل اللي عم يسألوا إذا بعد في أمطار واصلة لعنا بالأيام اللي جاية. منقلكن إنه شهر شباط رح يودعنا بأجواء بتشبه أيام الربيع مع جو صافي دافي أكثر من العادة. اتجاه رياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل عم تسجل أقصاها 20 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 8 درجات و 16، أما بالداخل فبتسجل درجة الحرارة 14 درجة. الرطوبة عالية على الساحل، هواء خفيف إلى متوسط السرعة، البحر معتدل والجو صافي إلى غائم جزئياً. كيف الطقس اليوم ببعض المناطق والضيعة اللبنانية؟ بنشوف سوا بهالجولة من الجو يلي منبلشها من منطقة كفرنون مع 14 درجة 12 بأميون، بشعلي 10 درجات، درعون 9 14 بزرعون، منوصل على بيقون 16 15 بصيدون. عم بتشوفوا الجو صافي إلى غائم جزئياً بكل المناطق، مرجع عيون 15 كمان بمنطقة الأرعون، وننتقل لتربول 15 ومنختم بمنطقة الأعمى 14 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم والثلاث أيام اللي جايين. اليوم الأحد مثل ما قلنا جو صافي إلى غائم جزئيا، والحرارة بتسجل 20 درجة أقصاها، بترتفع تدريجيا خلال الأسبوع، عم تشوفوا تاني بتسجل 22 و 3 4 23 درجة مع جو صافي ومشمس. قبل ما نختم نشرتنا، وقفة مع صور وصلت لنا منكم على يو ريبورت على ويب سايت الام تي في والام تي في اب، وصور اليوم وصلوا لنا من تاتيانا جعجع من بشري، والصورة الثانية وصلتنا من نجيب الأعور من شبنية. نحن ناطرين صوركم من وين ما كنتوا موجودين حتى نعرضها بنشراتنا، وأنا بلاقيكم الليلة بآخر نشرة 8 إلى 8.